وينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء القيادي في اللقاء المشترك يحيى أبو إصبع. تحية لك سيد أبو إصبع، ما هي أهم بنود الاتفاق؟ أهم بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة، وهل فعلا تم التوصل إلى اتفاق وهذا يرضي جميع الأطراف، يعني هو لقاء في منطقة الوسط بين الطرفين؟ والله هذا الاتفاق الذي تتحدث عنه هو ما يسمى بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهذه الآلية التنفيذية اللي تم التوافق عليها والانتهاء من صياغتها بشكلها النهائي يوم الجمعة الماضي، كان كل من المعارضة والنظام والحكومة أو بالأصح ممثل المعارضة في الحوار الدستوري ياسين سعيد النعمان ونائب الرئيس عبد الرب منصور هادي قد فوضوا ابن عمر لصياغة الآلية التنفيذية للاستفادة من خبرات الأمم المتحدة. أهم بنود هذه المبادرة هذه الآلية التنفيذية هو طريقة نقل السلطة من الرئيس إلى النائب، ثم قضية تشكيل الحكومة، ثم قضايا هيكلة الجيش، المسائل التي تتعلق بالفترة الانتقالية الأولى على أساس من التوافق يعني بين الجانبين في اتخاذ القرارات والإجراءات وغيرها. فالآلية التنفيذية هي هذا الذي تسمونه الاتفاق الأخير. اليوم سيتم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس، ويتم التوقيع على المبادرة التنفيذية من قبل الطرفين، أي من قبل المعارضة ومن قبل الحكومة يعني هنا في صنعاء. نعم. ثم يختتم التوقيع البروتوكولي والرسمي في الرياضة. طيب هل برأيك سيصمد هذا الاتفاق في ظل الأنباء يعني التي تحدثت عن أنه لم يشمل قوى مؤثرة في الساحة اليمنية مثل اللواء محسن الأحمر والشيخ صادق الأحمر وجزء كبير من شباب الثورة وبعض الأحزاب؟ هذه معلومات غير صحيحة. هذا اللواء علي محسن الأحمر والشيخ صادق الأحمر ينضون ويفوضون بالتفويض المطلق، يعني المجلس الوطني الذي يمثل الآن وهو مظلة من المعارضة بشكل عام وللساحات. أما قضية إن في يعني نتوءات أو أقليات أو شيء يعني هنا أو هناك يعترض أو أنه لا يريد الاتفاقية أو أنه يريد الحسم الثوري ويرتضى الاتفاقية من البداية، هذا أمر طبيعي، لكن المحاربة ككل بما في ذلك يعني الجيش الموالي للثورة بما في ذلك القبائل وعلى رأسهم الشيخ صادق الأحمر الكل ينضوي تحت لواء المجلس الوطني والذي يمثله الآن محمد سالم باشندوا وياسين سعد النعمان. طب يعني أنت على ما يبدو تتوقع أن يمثل هذا الاتفاق نهاية الأزمة في اليمن، أم هو نهاية لحلقة وهناك حلقات جديدة في هذه الأزمة برأيك؟ نحن نتوقع في كل منعطف وفي كل منحنى أن بقايا النظام هذا يخلقون أزمات ومعوقات في كل مفصل من مفاصل هذه المبادرة، لكننا نعتبر أن التوقيع من جانب الرئيس على المبادرة الخليجية هي بداية مرحلة جديدة بكل ما تعني الكلمة في نهاية هذا النظام ونهاية خطة علي عبد الله صالح وعائلته. القيادي في اللقاء المشترك يحيى أبو إصبع، شكرا جزيلا لك.